الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. شهد مزاد البنك المركزي في العراق ارتفاعا ملحوظا في مبيعات الحوالات الخارجية بنسبة 92% مقارنة بالمبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 257 مليون دولار. وباع البنك المركزي في مزاد اليوم مبلغا قدره 279 مليون و390 ألف دولار بمتوسط سعر صرف بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبنفس السعر للحوالات الخارجية، بينما كان السعر النقدي 1305 دنانير لكل دولار. كشف النائب عن محافظة ديالى صلاح التميمي أن مجموعة من الموظفين في المكتبات في المحافظة يصلون إلى 450 موظفاً موزعين على بعقوبة وبقية المدن، منها بلدروز التي تضم لوحدها 148 موظفاً. وقال التميمي أن المكتبة المركزية دائرة تابعة لديوان المحافظة ولديها 8 فروع في الأقضية والنواحي، مشيرا إلى أن العدد الكبير لموظفي المكتبات يثير الشكوك في اتجاهات مختلفة. قال النائب في البرلمان أمير المعموري أن الإعلان الحكومي بشأن الاكتفاء الذاتي من الحنطة مجرد ملف فساد. وكشف النائب المعموري عن وجود أراض غير مزروعة تصدر آلاف الأطنان من الحنطة، وتبين أنها مستوردة من الخارج، حيث يقوم تجار متنفذون ببيعها إلى الدولة على أنها إنتاج محلي، مشيرا إلى أن قيمة الحنطة تقدر بتريليوني دينار عراقي، حيث حددت الحكومة سعر شراء الطن ب 900 ألف دينار. وأضاف أن المطاحن تشتري طحينا يصنف على أنه علف درجة ثالثة ويتم توزيعه على المواطنين، بينما تدور الحنطة الجيدة وتدور الحنطة الجيدة وتباع إلى الدولة مرة أخرى. أعلنت معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وذكرت الإدارة أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسة بلغت 5,608 براميل يومياً، مرتفعاً بمقدار 156 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ فيه 5,452 ألف برميل يومياً. وصلت أسعار النفط خسائرها مع تقييم المستثمرين لزيادة إنتاج أوبك بلس من تشرين الأول المقبل مقابل انخفاض حاد في إنتاج ليبيا وسط ضعف الطلب في الصين والولايات المتحدة أكبر مستهلكي النفط في العالم، وتكبد كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط خسائر لمدة شهرين متتاليين، إذ تفوقت المخاوف الاقتصادية في الصين وأمريكا على اضطرابات الإمدادات الليبية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن استهلاك النفط في أمريكا تباطأ في حزيران إلى أدنى مستوياته الموسمية منذ جائحة كورونا عام 2020. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية والمعادن. We'll be right back.
ختام موجز، إلى اللقاء.